هو خوتي موسى الله يهديه الصحة. بيدينا وكذا. ها شفنا الموت اخاي وبكاك ما فهمتي ما وقفش كيشاهد وكنشاهدو كاملين وما وقفش اخاي الحقيقة تحية لموسى الكبيرة. الله الله برافو ليكم الدراري والله خاصي موسي والله شوف هاي في الفيديو واعتراف والله الا واعر اخي واعر بزاف اخي عمر كاين اخويا الله خير باش نتفيد يهرس البيت المهم اخوتي الله خير في الضو واخوتي كما قلنا لكم شفنا الموتى ماشي البحر بحر دابا هادي راه حنا غادي تقرب عندك شويه ديال الريح الحوت صح عمري شفت الحوت الازرق هذاك ياك برضو عرفتي حوت قداش عرفتي كيفاش كيضرب فينا ويلي عرفتي صاحبي كيفاش كيضرب فينا الحوت والحمد لله ما قاسناش غير هو كيهبط تحت الكاياك ويا انت ضربك في رجلك كيطلع حدا الكاياك ويضربنا بالديل ديالو لا ضربنا من بعيد كيجي فينا الماء ولا ضربنا من قريب هذا الكاياك وهذا مسك في رجلو لا اله الا الله وشنو كتقول اخي كنقول اي واحد بغا يفكر شي حاجه حلوه زعما توكل على الله وكامل على الله والوالدين رضات الوالدين سبحان الله العظيم غير شويه وبعدنا على ديك الحوت عرفت كيفاش داروا بينا ما ماشي حدانا هذيك الشيء اللي كنشوفوا بحال هكا في الفيديوهات كاين ديك اللي كتهبط وتطلع بحال هكا كنشوفوها غير في الافلام وفي على شفناها في حقيقه وحدانا ماشي حدانا ما ماشي عادي شي حاجه تاع انا عمري هذا اجي وصلك ميساج من هناك انا ساعة مش وصلوا الله يرضى عليك يا عمون هالشبولة كل اللي كتشوف فيهم وراء المغرب اخوتي المهم والحقيقة مش مكذبوش والله تتعاملتوا معنا العسكر وحق لا اله الا الله تعاملتوا معنا والدنيا يا خاوية ما كاين لا عسكر لا حتى شي حاجة وشكرا بزاف وان شاء الله نرجعوا المغرب شي حاجة مزيانة ولا اله الا الله واللي كيفكر يحرق اخوتي توكل على الله بريباري مزيان ولا كانت شي حاجه احسن من الكاياك عاليه شويه حتى هي مزيانه الكاياك فهمتي مغامر كذب على الله لان الحوت انت كما كاش شافوا الكاياك صغير الله خامر وشافوا الكاياك صغير ما كانوش يزعموا علينا شافوا الكاياك صغير كيجي حتى لحداك عرفتي ديك المنظر والله يا خويا ديك المنظر ماشي عادي يا صاحبي اه باقي انا كنهضر معاهم بحال لايف فهمتي باش يحسوا بيا يا صاحبي ياك موسي باش يعرفوا عرفت يا صاحبي موسي اشهد ان لا اله الا الله وانا وانت كتقفقف انا حاس بك بحال هكا وانا كنترعى وكتشوف الحوت عرفتي كحال طالعت الحداد راه ماشي عادي راه شي حاجه وحق لا اله الا الله يا خوتي الا شفنا الموت البحر هذا هو هذا حنا كنضربوا الباطوات كنهربوا عليهم شويه ولكن باش تشوف الحوت داير بيك بحال هكا داير بيك كامل عرفتي كي داير بيك جوج كيدخلوا لك تحت هادي ثلاثه كيدوروا حتى ما 30 وحده وصف غادي بي كيكونوا جايين عندنا عاوتاني صف فهمتي ثلاثه صف وانا كنت كنتمنى كنقول صافي يا ربي نكون باقي في الكوشطه ديال القصر الصغير ورجع بحالي شي حاجه ضربت تما موسى فهمتي صافي خلاص دابا كيصونيو علينا هادو ديال لا مارين ولكن حنا نتوما كتشوفو حنا وصافي فهمتي غنخرجو في التالي دابا عندي قلة ما عندنا علاش نجاوبوه
جاوبهم يشدونا ويردونا هيك مزال عرفتي تما غتبقى فيا الشمس عمري ما نحرق الحقيقه لان ملي شفت ديك الحوت وهذاك الشيء عمري يا خوتي ما نحرق ودابا ما غنعيطولهمش حنا وصلنا صافي غنمشيو بحالنا نشوفو ما عارفينش فين غنمشيو المهم الحمد لله والسلام عليكم اخوتي كان هو هذا منصور كان مراد كان عمر معاكم حرقنا من قصر صغير لا كان حتى شي واحد باش نكد وجه لكم العسكر ما كانوش كلشي ما كاينش المهم عندهم شي حاجه المهم الله يرحم الوالدين شكرا بزاف وفيف لو ماروك